السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من ألوم كاملين. في البداية بنبارك لجماهير نادي الترجي التونسي وبنبارك لكل التوانسة فوزهم النهاردة على نادي الأهلي المصري 3-0. ونقول لجمهورنا في مصر الحبيبة هارد لك، هذه الرياضة وهي دي الكورة، يوم بتكسب 3-1 ويوم تاني بتخسر 3-0. بس احنا لما نركز في موضوع الكورة هنقول يا ريت يفضل عند الرياضة بس، يا ريت تبقى رياضة مش أي حاجة تانية، مش تعصب وروح عدوانية وهنعمل ونخلي ونسوي زي بعض الجماهير اللي أساءت النهاردة لجمهور تونس واعتدوا على بعض المصريين الموجودين في تونس. بعيد عن الكورة هنرجع لمصر، علشان مصر فيها حاجات كتير جدا شغل الرأي العام المصري. في حرب طاحنة، حرب تكسير عظام في المجتمع المصري ما بين قطبي مصر. قطبي مصر، ولما اقول قطبي مصر في المرحلة دي يبقى حمو بيكا ومجدي شطة. حمو بيكا والفانز بتوعه ومجدي شطة والفانز بتوعه. حمو بيكا يا جماعة اساء اساءة كبيرة جدا لمجدي شطة لما قال ان مجدي هيحضر الحفلة بتاعته اللي كانت مقررة النهاردة في اسكندرية. رد عليه مجدي شطة وقال له انت مين يا ابني؟ انا عندي الفانز بتوعي وانا موجود في القاهرة عشان بعمل حفلة جامدة جدا، وانا مش هروح لواحد بيقول رب الكون ما يسنى بميسة. هتضحك على الكلام اللي بقوله ده؟ اضحك، لان الوضع كده، الوضع بيضحك. الوضع ان جمهورية مصر العربية بالمية وخمسة مليون انسان بالمليون كيلو متر مربع بالبحرين والنهر مشغولين بحمو بيكا ومجدي شطة. اصل ايه البديل حمو بيكا ومجدي شطة؟ البديل عبد الفتاح السيسي. انك تفتح القناة التانية وتلاقي عبد الفتاح السيسي صحفي بيسأله او احد الحضور في مهرجان الشباب العالمي، ويقول له بعض الناس بتتكلم عن الحاكم اللي بيقعد حكم ابد، فالسيسي يرد عليه ويقول له ايه؟ لا مفيش حاجه اسمها ابديه، ما الحاكم هيموت. يعني من الاخر كده اعملوا حسابكم يا جماعه ان عبد الفتاح السيسي بيحكم لحد ما يموت، عشان هو فاهم ان الابديه انه يخلد وما يموتش. فالكوميديا في مصر دلوقتي ما بين حمو بيكا ومجدي شطه او عبد الفتاح السيسي والابديه في الحكم. ده حال البلد، ده اللي احنا واصلين له النهارده. اوعى تزعل عشان الترجي كسب الاهلي، ده في مصيبه تانيه اكبر من كده. النهارده هاني شاكر نقيب الموسيقيين في مصر بيلغي الحفله بتاعت حمو بيكا، والجمهور بتاع حمو بيكا بيتغاظ جدا، فبينزل في منطقه في اسكندريه ويبدا يتحرش بالناس اللي هناك. مع كل ده بيحصل والجو يعني جو برد جدا ومطر وبرق ورعد في اسكندرية، كل ده ما منعش الناس انها تنزل عشان حمو بيكا، وما منعش الناس تانية انها تنزل في وسط البلد عشان نادي الاهلي. طب يا جماعة هو انتم ما بتنزلوش عشان حاجة تانية؟ هو النزول في مصر دلوقتي بقى للنادي الاهلي، مع احترامي طبعا وحبي للنادي الاهلي، والناس بتنزل علشان حمو بيكا او مجدي شطة؟ مسائل مصر كلها واوجاع المصريين ومشاكلنا كلها بقت محصورة في حمو بيكا ومجدي شطة وجمهور النادي الاهلي ولا الزمالك ولا الاسماعيلي؟ الكورة بشكل عام جماعة في حاجات مهمة، الرياضة مهمة، وكمان بلدنا مهمة ومصلحة ومستقبل البلد مهم. يا ريت نركز في كل حاجة زي ما بنركز في مجدي شطة وفي حمو بيكا وفي جمهور النادي الاهلي. ومبروك للترجي. نطلع فاصل ونبدأ حلقتنا.